اوكي. السائل الذي سالني كيف تعز، ما لو اقول لكم بشيء بتصدقوني؟ انا جيت من اليمن، والكذاب ملعون، الكذاب ملعون. والله ان في الذي فاجأني في نقطه للحوثيين وفي نقطه للشرعيه دي، اللي يقولوا ما بينهم الا كم يا ربي، يعني لو قلتوا 20 متر او يعني كذا، يعني 20 متر من هنا لعند الطائره، وذو كان مخزنين ذو كان مخزنين، وهذا كان يرسلون ذو كاكات، وهذا كان ذو كاكات يتبادلوا بالكات وبالماء وبالسيجاره. قلت جننتمنا كيف يا جماعه؟ انه وهكذا قالوا عادي، احنا كلنا اخوان. لا اقول لكم انتم المخدوعين، انتم بيخدعوكم. والله العظيم اننا شاهدتوها بعيني، نقطه هنا ونقطه هناك، وهم اصحاب ولا بشجار ولا انتم تتزاعلوا وتسبوا بعض وتلعنوا بعض على الفيسبوك، والجماعه والله ما بينهم شيء.